سيارة أنا رفيق زيادة المستشار الرفاعي وإخواننا أعضاء حملة كم الكميلة وإخواننا أعضاء حملة إخبار رئيسك وجميع السادة الحضور تحياتي لحضراتكم ويشرفني إن أنا أشارككم في هذا المؤتمر وأتمنى إن شاء الله إن يكون بداية للوصول لأملنا في إن يكون رئيس مصر هو الفريق الأول على الفتح السياسي. بعد الكلام وتحياتي لحملة مؤيد وجميع الحملات اللي بتعمل على نفس الهدف، وأنا متهيألي إن النهارده هو كأنه العلم اللي هيجمع جميع الحملات اللي بتشتغل على نفس الهدف اللي كلنا عايزينه، لأني أنا أعلم جيداً إن سواء في القاهرة أو في المحافظات في الكثير من الحملات وكلهم كانوا بيتساءلوا إنه عايزين يعملوا شيء مركزي، فأنا أظن إن مؤتمر النهارده هو البداية لحملة مركزية بقيادة إخواننا اللي يعني بنشكرهم ان هم عملوا وسيله يعبر بها الشعب عن رغبته في كون الفريق اول عبد الفتاح السيسي يكون رئيسا لمصر. بعد الكلام الكثير اللي قاله الاستاذ المحترم مصطفى بكري عن دور القوات المسلحه ودور الفريق اول عبد الفتاح السيسي في حمايه مصر من اسوأ احتلال حصل لها في تاريخها احتلال الجماعات الارهابيه وجماعه الاخوان. انا بقول لحضراتكم ان من اول ما قامت الثوره وكان الاخوان عارفين كويس جدا انه القوى الوحيده اللي قادره انها توقف مخططاتهم لتفتيت مصر ولتفتيت شعبها هو القوات المسلحه. وعشان كده من اليوم الاول في ال 18 يوم اللي كانوا بعد 25 يناير وطول المرحله الانتقاليه الاولى وحتى بعد ما وصل محمد مرسي بتزوير الانتخابات الى القصر الجمهوري وكان الاخوان بيشتغلوا بكل ما اوتوا من قوه على فكره انه لابد من تشتيت الجيش ولابد من احداث وقيعه ما بين القوات المسلحه وما بين الشعب. وانا بقول لحضراتكم هم يعلموا جيدا انه مع احترامنا الكامل لجميع الاحزاب السياسيه اللي اتكونت بعد ثوره يناير ولجميع الشخصيات السياسيه اللي ظهرت الاخوان كانوا عارفين كويس جدا انه لا يوجد اي حزب من هذه الاحزاب قادر على وقف مخططاتهم وان لا يوجد اي شخصيه سياسيه من هذه الشخصيات كانت قادره على ايقاف مخططاتهم ولذلك كان عندهم استعداد ان يطلع مئات الاحزاب الاف الاحزاب عندهم استعداد انه يظهر شخصيات عامه زي ما تظهر لكن ما كانش عندهم استعداد ان الحاله اللي ظهرت من 30 يونيو حاله الالتحام ما بين الشعب وما بين الجيش وما بين الشرطه انها تحصل. الاخوان كانوا عارفين ان العقبه الاساسيه لمخططاتهم هي مؤسسات الدوله وعلى راسها الجيش والقضاء والازهر والكنيسه والشرطه، وعشان كده كانوا طول الوقت بيشتغلوا ازاي الشعب ما يثقش في هذه المؤسسات، ومع الاسف بعد ثوره يناير ولمده كام شهر كان كتير مننا وقع فريسه لهذه المؤامرات وهذا التشويه المتعمد اللي هم عملوه، لكن بسرعه فهمنا وعرفنا انه الاخوان ما بيهاجموش وما كانوش بيهاجموا الا القوى الحقيقيه اللي قادره تتصدى ليهم، طول الوقت ما كانوش بيهاجموا الا القوى اللي هم عارفين انها تقدر توقف مخططاتهم. عشان كده بقول الفريق اول عبد الفتاح السيسي انه عنوان الحمله هو في كل المعاني اللي في قلوبنا. كمل جميلك يا سياده الفريق بعد ما انضميت للاراده الشعبيه في 30 يونيو، كمل جميلك وانقذ هذه الدوله المصريه من ضعف وتخاذل السياسيين وتآمر البعض الاخر من السياسيين، انقذ مصر يا سياده الفريق وخلينا نتمتع برئيس ملهم. مصر من اول يناير ومن قبل يناير وهي بتدور على زعيم بجد.